بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد من لا نبي بعده، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وأصحابه الأئمة وعمن سار على نهجهم واتبع هداهم وهديهم إلى يوم الدين وبعد. توقفنا البارحة مع قصة الحواريين لما طلبوا نزول مائدة من السماء على نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقلنا إن الراجح أن الله تعالى أنزلها، ولكنه سبحانه وتعالى أنزل معها تهديدا لمن طلبها، فقال: قال الله إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وتوقفنا عند قولنا إن الأناجيل التي بين أيدينا في هذا الزمان لا تتكلم عن هذه القصة ولا تخبر بها ولا تسوقها، رغم أن فيها معجزة عظيمة لهم وتدعيما لما يدعونه من انتماء إلى هذا الإنسان الذي شرفه الله تعالى وهو نبي الله عيسى. والحقيقة يا أيها الإخوة أن في بعض الأناجيل إشارات وروايات إلى قصص تحوم حول قصة المائدة، لكنها ليست مثلها، بل هي بعيدة عن تفاصيل كثيرة فيها، لذلك قلنا إن الأناجيل الحالية لا تشير إليها صراحة. وقلنا: لماذا لم تشر هذه الأناجيل الحالية إليها رغم أن فيها نصرة لكلامهم وتدعيما له؟ لذلك عدة إجابات، منها أن هذه الأناجيل وأصحابها كثير منهم من أتباع الحواريين، متى ويوحنا ومرقس ولوقا، كثير منهم من أتباع الحواريين. والحواريون أنفسهم حينما سألوا هذه المائدة وطلبوها، الله تعالى حكى لنا عنهم كيف طلبوا هذه المائدة بأسلوب قلت أنني توقفت عنده، فكأنهم استشعروا الحرج من هذا الطلب الذي ساقه فيه هؤلاء القديسون عندهم وهم الحواريون، فحذفوا القصة كي لا يستشعر من يقرأها أن هؤلاء العظماء فيهم قد طلبوا بهذا الأسلوب الذي لا يناسب. الإجابة الأخرى أن هؤلاء الحواريين حينما طلبوها خاطبوا عيسى عليه السلام فقالوا: هل يستطيع ربك؟ فأثبتوا في كلامهم هذا ربوبية الله سبحانه وتعالى لعيسى، وأنه عبد الله لا ابنه ولا شريكه ولا أي شيء آخر مع الله عز وجل، وإنما هو عبده فقط. وفي هذا الكلام الذي قالوه ربك إثبات ربوبية الله عز وجل، إنكارا لما يدعونه من بنوة عيسى أو ألوهيته، فكيف يتملصون من ذلك وهم يجعلون هذا أصل أصولهم، بنوة عيسى والعياذ بالله لله كونه ابنا يعني، أو أنه إله، هذا أصل أصولهم، وهؤلاء يقولون ربك، فهو إذن ليس لا ابنا ولا شريكا، فتملصوا من ذلك وحذفوا القصة، أو أنهم لم يذكروها بمعنى آخر غير هذا وهذا، والله تعالى أعلم. أنهم في آخر القصة الله تعالى قال لنا وحكى لنا أنه توعدهم: فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين من يكفر. وقد كفر بعض من هؤلاء ممن نزلت عليهم هذه المائدة، كما حكى كثير من المفسرين أن الله تعالى لما أنزل المائدة من السماء أمرهم سيدنا عيسى في رواية أخرجها الإمام الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والترمذي رحمه الله تعالى
في رواية رفعها وفي رواية وقفها وقال الموقوف أصح. وقد ذكرت فيما مضى الفارق بين الحديث المرفوع والحديث الموقوف. المرفوع منسوب إلى النبي عليه السلام، والموقوف متوقف عند الصحابي فقط. قال الترمذي والموقوف أصح، والله أعلم. نعم، قال في هذه الرواية أن عيسى عليه السلام لما نزلت عليه المائدة قال لهم كلوا منها ولا تخبأوا لغد ولا تغلوا منها ولا تخبئوا شيئا فتعزلوه عن الناس. يعني هاي مائدة مفتوحة للبشر جميعا، ما بصير حدا يقرب وياخذ شيء على بيته. تاكلوا منها انتم جوعانين، تأكلوها لجوعكم ولاطمئنان قلوبكم فنزلت. اما ان تهربوا فتخبئوا في بيوتكم او تحتفظوا بها او تخزنوها عندكم فهذا لا يصح. ففعلوا كل ما نهاهم عنه، ليس الكل، بعضهم، بعض هؤلاء فعل هذا فأكل منها وخبأ، وبعضهم أخذ إلى بيته، وبعضهم خزنها عنده في مكان خفي. قال فمسخوا قردة وخنازير الذين فعلوا ذلك. قلت وليس الكل، وليسوا هم الحواريين، وإنما أناس مع الحواريين، حواريون لم يكونوا هؤلاء من هؤلاء. نعم، فنتيجة لذلك أيضا هذه العقوبة التي حلت بهم وجدوها أيضا نقصا عندهم، فحذفوا القصة كلها لما في نتيجتها من عقوبة حاقت ببعض أجدادهم، فحذفوا القصة. الحقيقة يا أيها الإخوة أنا أقول حذفوا لأن هذه الأناجيل التي بين أيدينا هذا أمر يعني تقريبا مجمع عليه، هذه ليس فيها الآن تقريبا شيء مما أنزله الله تعالى، كلها من وضع البشر وتزويراتهم وتحريفاتهم، من وضع القديسين عندهم ومن وهؤلاء الأتباع لهم زادوا ونقصوا وحكوا قصصا وألفوا وصنعوا أشياء عجائب غرائب. نعم، هذا في شأن المائدة. مضى سيدنا عيسى في دعوته بعد نزول المائدة عليه يسوح في أرض الله تعالى وينشر الحق ويعلم الناس توحيد الله وعبادته وذكره والتذلل إليه، ويصحح لهم كثيرا من المخالفات التي جاءهم بها أحبار اليهود من بعد سيدنا موسى نتيجة تزويرات وتحريفات في كتاب الله في التوراة، وجاء بالإنجيل معه الذي أنزله الله عليه الحق فنشره بينهم. كان هذا كله مغيظا لليهود ومؤثرا في قلوبهم. هذا الرجل ينكر علينا، نحن حملة الكتاب، نحن من نعرف التوراة، نحن هذه العنجهية الاستكبار، نحن سرق خطف منا الأضواء كما يقولون. هذا الرجل صار لامعا، كل الناس تحبه، تجري على يديه الخوارق، يدعو إلى تيسير على الناس، هكذا يدعو إلى توحيد الله، ينكر الألوهية للعبيد، ينكر ألوهية العزير، ينكر أشياء نحن ندعيها وننشرها بين بني إسرائيل. فهذا الرجل يزعمون هكذا هم أنه أفسد فينا، فماذا نصنع به؟ الناس تحبه، ما لنا إلا أن نلجأ، هكذا قال كثير من اليهود، إلى الحاكم ونخبره بأن هذا الرجل ليس نبيا وإنما هو كذاب طلاب دنيا وداعية إلى ثورة وقتال وتشغيب بين الناس، ويريد أن يهيج العامة عليك لينقلبوا ضدك فيقوموا فيزيل ملكك ويصنعوا ويفتكوا بك ويقتلوك. هذا خير ما نصنعه كي نوقف هذا الرجل عند حده فيقتله هذا الإنسان أو يفعل به الأفاعيل وبذا نرتاح منه. واتفقوا على هذا الحل وأجمعوا كيدهم عليه ووصلوا إلى الحاكم اليوناني في ذلك الوقت، وكان اليونان والرومان يحكمون بلادنا، بلاد الشام وأماكن أخرى كثيرة. وصل عدد من أحبار اليهود إليه، ف
فقالوا هذا عيسى بن مريم رجل مدع، هذه الأوصاف التي ذكرناها عن يدعونها عليه، أدخلوا في عقله أن هذا الأمر سيؤدي إلى زوال ملكه وإلى لجلجة في صدور الناس عليه وما إلى ذلك، وما شيء أصعب على من يحكم من أن يقال سيزول حكمه. فلما أوصلوا إليه هذا الكلام لم يعد يطيق صدى، فجهز مجموعة من جنوده وأمرهم أن يخرجوا مع هؤلاء الذين جاءوا فأخبروه وادعوا على عيسى هذا الكلام عليه السلام، أن يذهبوا معهم إلى المكان الذي يقيم فيه عيسى عليه السلام فيأخذوه ويأتون به إليه مكبلا موثقا حتى يقتله ويصلبه أمام الناس. قال الله تعالى إذ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مكروا يا أيها الإخوة، بعض الناس يظنها مكر الحواريين وليست كذلك والله أعلم، وإنما هي مكر بني إسرائيل، والعطف هنا على السياق الأول في أول الآيات. مكروا أي أرادوا الكيد بسيدنا عيسى ليقتلوه ويصلبوه كما زعموا، وحرضوا عليه هذا الإنسان، والله تعالى يقول والله خير الماكرين. هذه الآية مما يقول فيها علماؤنا يرحمهم الله تعالى أنها من المتشابهات. المتشابهات الله تعالى أخبرنا عنها في مطلع سورة آل عمران فقال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ما المتشابه؟ المتشابه هو الذي لا تصل إلى معنى تقطع به قطعا، بتقول هذا معناه ما فيش تاني. فمثلا الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى، هذا من المتشابه، وآيات الصفات التي فيها إثبات صفات لله عز وجل قد يظن ظان أنها تشبه صفات الخلق. كيف؟ قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقول الله تعالى ليس كمثله شيء. حينما أسمع أنا الرحمن على العرش استوى قد يخطر في بالي عرش واستوى، بمعنى قد يخطر في بالي أنه جلس على العرش، لكن حينما أقول وأقرأ الآية الأخرى قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، إذن أقول هذا لا يليق بالله عز وجل، فكيف أفسر؟ هذا متشابه. ماذا نقول؟ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال الله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به أي على حاله بلا تأويل ولا تشبيه ولا تفسير، نكل علمه إلى الله. الرحمن عاش استوى؟ نعم استوى. كيف؟ لا أعلم، ولا أنت تعلم، ولا أكبر ولا أصغر يعلم، علمها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. نحن نعلم أن المكر شيء سيء، فكيف يمكر الله عز وجل؟ المعنى السيء مبعد عن الله عز وجل قولا واحدا. بعض أهل العلم قالوا نفسر من باب التأويل والتقريب لنقرب إلى أذهاننا وليس لنقطع بمعنى هذه الآية، تمام؟ لنقرب إلى أذهاننا. فقالوا هنا المكر من الله عز وجل على وجه المشاكلة لفعلهم. المشاكلة يعني شيء مقابل شيء، هم مكروا فرد الله تعالى مكرهم بمثله، لا أنه يعني ما يصح لنا أن أقول أنا من صفات الله واسماء الله ماكر، حاشا لله، تمام؟ ولكن الله تعالى أثبتها هنا، فماذا أقول؟ أقول عاملهم بالمشاكلة بمثل فعلهم، هم يمكرون فرد عليهم مكرهم بمكر. ما هو مكر الله؟ قطع أذى المؤذين ورد كيد الكائدين، فهو في حقيقته ليس مكرا،
تمام؟ إذن هذا من باب التأويل، ولكن دائما نقول فيما تشابه أمثال هذه الآيات الأسلم تقرؤون أو تسمعون مثلا يذكرون كثيرا يقولون مذهب السلف، إيش سلف؟ يقولون نكل علمها إلى الله، نؤمن بها كما هي مثل ما وردت وعلمها إلى الله. إن تلجلج الأمر في صدرنا صار وعد شككنا كذا كذا نؤولها بما يليق بجلال الله وعظمته، وانتهى الموضوع. قال الله تعالى: ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هذه الآية أيضا توقف عندها كثير من العلماء ومن أهل التفسير وذهبوا فيها مذاهب عديدة. قول الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، نحن كلنا نؤمن بأن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء، ولكن الآية في أولها تقول إني متوفيك، فكيف نفسرها؟ ماذا قال أهل العلم يعني في تفسيرها؟ قلت قالوا فيها أقوالا عديدة. كيف؟ قالوا أقوالا كثيرة، مجموعها يبلغ حوالي 10 أقوال، حاولت أن أحصرها أو ألخصها أو أذهب إلى أن آتي بزبدتها تقريبا، فوصلت إلى 4 أقوال. القول الأول أنها من باب التقديم والتأخير. الواو في اللغة العربية يقولوا النحاة إنها أداة عطف، حرف عطف، ولكنها لا تقتضي لا ترتيبا ولا تعقيبا. مثال أشرح ذلك: إذا قلت جاء زيد وعمر، فأنا لا أعني أن زيدا جاء قبل عمر، قد يكون عمر جاء قبل زيد، وقد يكون زيد جاء قبل عمر. هذه الواو حرف العطف لا تقتضي الترتيب، ما في واحد قبل واحد، تمام؟ قالوا بينما مثلا الفاء تقتضي ترتيبا وتعقيبا، إذا قلت جاء زيد فعمر معناها زيد جاء أول ثم جاء عمر وجاء عقبه مباشرة، فإذا قلت جاء زيد ثم عمر فإنها تقتضي ترتيبا لكن بلا تعقيب، يعني جاء زيد الساعة 5 وعمر جاء الساعة 10 لكن بعده. إذن الواو ملخص الفكرة حرف عطف لكن ليس فيها ترتيب. فالمعنى على هذا الكلام، قالوا المعنى إني رافعك إلي ومتوفي. في البداية سأرفعك إلي، وهذا ما حصل وقد رفع إلى السماء، ثم ستنزل بعدها وحينها تنشر العدل وتكسر الصليب كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وحينها بعد أن تؤدي رسالتك وتتمها أتوفاك حينها. هذه واحدة. الثانية إني متوفيك ورافعك إلي، قالوا التوفي هنا على أصل المعنى اللغوي لا على المعنى الذي درج عليه أكثر الناس. قال كيف؟ نحن مباشرة حينما نسمع توفي فلان أو توفى الله فلان مات، ما أصله في اللغة؟ أقول استوفيت الشيء منك، أي أخذته منك كاملا، ما عرفت لك شيء طاغي، استرجعت منك كما أعطيتني إياه أخذته. فهنا متوفيك بمعنى مستردك إلي، أخذك إلي كما خلقتك خلقا سويا سأستردك إلي خلقا سويا، فهنا بمعنى الاستيفاء، والاستيفاء لا يعني وفاة وإنما أخذ إليه. هذه ثانية. الثالثة ذهب إليها بعض أهل العلم وقد ذكروا فيها أقوالا، أنها بمعنى الوفاة الحقيقية، وقالوا إن الله تعالى توفاه لكن لا صلبا ولا قتلا، توفاه ثم رفعه إلى السماء بعد أن توفي، تمام؟ يعني فكرة القتل الصلب
سنأتي والله تعالى نفاه قتل قطعا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. هذا أمر يعني مفروض منه. الذين يقولون أنه توفاه هنا من أهل العلم من المسلمين قالوا توفاه ثم رفعه مباشرة، ما أحسن الأتلم يعني منه. وقال بعضهم كوهب بن منبه رحمه الله قال توفاه ثم أحياه ثم رفعه. الله أعلم، هذا القول الثالث. إذن القول الرابع إني متوفيك ورافعك إلي، أي نسيت. لا إله إلا الله، سبحان الله، سبحان القديم العظيم، لا إله إلا هو. نعم، هو قول الحافظ ابن كثير وقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. قالوا الوفاة هنا بمعنى النوم. قال إيش النوم؟ قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فهذه من هذه. وقال الله سبحانه وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ووفاة الليل هي النوم. فقالوا إن الله تعالى أنام عيسى عليه السلام ثم رفعته الملائكة نائما حتى لا يشعر بأي أذى أو بأي ضجيج سيجري من حوله بعد هذا. كل هذه الأوجه محتملة. أنا أميل أنا إلى أنها بمعنى الاستيفاء. أصل اللغة أنه استوفى الشيء كاملا، فاستوفاه الله إليه ورفعه على أحسن حال، لم ينقص منه لا يد ولا رجل ولا أوذي ولا جرح ولا أصيب بشيء، على أتم خلقه رفعه إلى السماء. قال الله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. كيف كان شأن قصة وفاة عيسى عليه السلام أو عفوا رفعه إلى السماء؟ وقلنا الوفاة ذكرناها. لما تآمر هؤلاء اليهود عليه وكان من اتبع عيسى عليه السلام كأتباع جميع الرسل في كل الأعصر في غالبيتهم هم من الضعفاء والفقراء، مو كلهم، في غالبيتهم. لذلك كان في سؤاله رقل إلى أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم في قصة طويلة شهيرة حكيتها يوما في السيرة وبعضكم يحفظها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى هرقل يدعوه فيها إلى الإسلام، وكان هرقل قد جاء إلى بيت المقدس فالتقى سأل في أحد من أقرباء هذا الرجل من أصحابهم جمعته فقالوا نعم، وكان أبو سفيان حينها كافرا فاستدعوه لمقابلة هرقل فقابله، سأله 11 سؤالا. أحد هذه الأسئلة قال هل اتبعه ضعفاء الناس أم كبراؤهم؟ أتباع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الغالبية، دائما أقول في الغالبية، يعني مثل سيدنا أبو بكر من كبراء الناس كان غني ووجيه وكذا وهكذا، لكن الغالبية من كبراؤهم أم ضعفاؤهم؟ قال ضعفاؤهم. في نهاية الأسئلة بعد ما سألوا أجابه عنها هرقل، كان عاقلا لكنه لم يسلم. إيش قال؟ قال وكذلك أتباع الرسل يكونون من الضعفاء ثم يعز الله دينه. لا أجي واحد معه 60 مليون ده يجي يحضر بالجامع يقول لك بلا جامع عندي سيارة روز رايز 50 جامع. يا للأسف يعني أعوذ بالله من هذا الكلام، لكن واقع، هذا واقع مشاهد. الله سبحانه وتعالى قال نعم أن رآه استغنى. إيش قبلها؟ إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا كمان أقول دائما في الغالب وليس الكل، هذا ليس قطعا. كم من الأغنياء من الصحابة وغيرهم كانوا من خيرة الناس، تمام،
إذن تآمر هؤلاء على سيدنا عيسى عليه السلام، وكان من حوله ضعفاء، والحواريون كانوا أيضا ضعفاء، ما يستطيعون أن يردوا على هؤلاء اليهود الذين جاءوا بسطوة الحاكم في ذلك الوقت وقوته وهيلمانه وجنوده. تجهزوا وأرسلوا جماعة منهم كما ذكرنا ليأخذوا سيدنا عيسى فيقتلوه ويأتوا به إلى هذا الرجل فيصلبه أمام الناس. سيدنا عيسى كان يتنقل من مكان إلى مكان كما ذكرنا، سألوا عنه فقالوا هو في القرية الفلانية، فجاءوا إليه حتى اقتربوا من المكان الذي هو فيه. هناك روايات عديدة ذكرها المؤرخون، الله أعلم أيها أدق، منها أن بعض الحواريين واحدا منهم يدعى يهوذا، هكذا يقولون الإسخريوطي، قال جاء إلى هؤلاء فقال إني أريد أن أفشي لكم سرا على أن تعطوني مالا. قالوا إيش هذا السر؟ قال أنا أخبركم بالبيت الذي يقيم فيه عيسى بن مريم، لدلكم على المكان الذي يقيم فيه. فقالوا أين هو المكان؟ فأشار إليهم إلى البيت وذهب معهم إليه. وكان سيدنا عيسى عليه السلام قد جمع الحواريين في مساء ذلك اليوم الذي سيأتون به على زعمهم ليقتلوه ويقبضوا عليه، فقال لهم يا أيها الأصحاب إنني سأنتقل وأرفع إلى السماء بإذن الله عز وجل، ولكن واحدا منكم سيخون ويدل علي. قالوا معاذ الله يا نبي الله، نحن نفعل ذلك كذا، وهم صادقون، الباقي كلهم ما يفعلون هذا، واحد منهم والعياذ بالله ضل وزاغ عن الحق وهو هذا الرجل. قالوا حاشا لله، نحن نفعل بك، نحن نمشي بك إلى الظلمة ليقتلوك أو يثبتوك أو كذا. قال هذا ما سيكون. فلما اقتربوا من المكان الذي سيدخلون إليه الذي كان يجلس فيه سيدنا عيسى عليه السلام، أمر الله تعالى وحيه سيدنا جبريل فنزل إلى الأرض ورفع عيسى عليه السلام إلى السماء معه، ودخلوا إلى البيت لينظروا إلى عيسى، تلفتوا يمينا يسارا أين عيسى أين عيسى، فألقى الله تعالى شبه عيسى على الذي أفشى السر عليه، فالتفتوا إليه قالوا هذا عيسى خذوه، فأخذوه. فلما أخذوه ذهبوا به أمام أعين الناس، وقد وضعوا الشوك على رأسه وجعلوا يضربونه ويدمونه، أأنت الذي تدعي أنك عبد صالح، أنك نبي، أنت كذا أنت كذا، أين من يحميك، أين الذي تنتسب إليه، أين إلهك الذي تؤمن به، وهكذا يضربونه أمام الناس. ثم أخذوه إلى مجمع من الناس وصلبوه هناك وقتلوه. من هذا الرجل؟ هذه رواية تذكر هذا. رواية أخرى أنهم لما اجتمعوا ليقتلوه، جمع سيدنا عيسى عليه السلام تلامذته وحواريه وقال لهم من يكون مدافعا عني وأسأل الله تعالى أن يكرمه بالجنة. مين بتحمل أنه يدافع عني فيقوم مقامي؟ فإذا دخلوا يدعي أنني هو أو أنه أنا يعني، فيقول أنا عيسى، ويبقي الله تعالى عليه شبهي فيأخذوه ويقتلوه ويكون شهيدا وأضمن له الجنة أنا، والضمانة من الله أوحى الله إليه. فقال رجل منهم أنا، وهذا ما حصل، رفع سيدنا عيسى إلى السماء ووقع الشبه على هذا الرجل، فجاءوا به وضربوه وعذبوه وهو صابر محتسب، لأنه يعلم أن الجنة بإذن الله تعالى بشهادة وضمانة رسول من رسله له، فوافق على ذلك وقتل وصلب هذا الشبيه وهو يعلم ببشارة سيدنا عيسى له. القصة الأولى أشهر وأكثر رواية. على كل الأحوال الله سبحانه وتعالى قطع لنا فقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم.
فالنصارى الآن الذين يقولون إن عيسى عليه السلام قتل أو صلب هذا أمر مقطوع بكذبه. الآن ماذا يقول النصارى في هذه القصة؟ قصة تلك الليلة يسمونها عندهم الليلة التي اجتمع فيها سيدنا عيسى بالحواريين وأخبرهم بأنه سيحدث له ما سيحدث بما أوحى الله إليه، يسمونها ليلة العشاء.